بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ميعادنا مع يمكن ال 65 66 حوار مع صديقي الحائر. كان طبيعي جدا ان تتعرض القضيه بتاعه الاديان على ملخص سريع، اللي هي الفاتحه والبقره، البدايه اللي نبتدي منها الإنسان يبتدي منين؟ لأن الحائر دايما بيبقى مشكلته هو أنا مشكلتي فين؟ يعني آمنت بوجود الله وعايز بقى أغير، عايز حياتي تبقى أحسن، فالقلب زي ما قلنا قبل كده هو بداية كل شيء، القلب بداية كل شيء. فكانت البقرة في تجسيدها هي قضية لتغيير القلوب، إصلاح القلوب، ونبتدي ازاي ونعمل ايه ومعانا منهج شكله ازاي. قلنا يمكن ان القلب اكتر حاجة محتاجها ان يكون شاعر بامانة معينة، او يكون عنده باللغة الاجانب honest وسمارت، بيحاول يبقى يعني يقدم افضل صيغة من البشرية، من الانسان، بيقدم روحه على التراب، بيحط التراب على الروح على التراب، فتطلع التراب ده يطلع احلى حاجه شكلا ويعني وخلقا وفعلا وكل حاجه. لدرجه انه سالني سؤال، رحت حلقت شعري فسالني، فقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. فمساله ان يدخل القلب بصيغه الاحسان، بصيغه انه يحاول يقدم البيست فيرجن، هو ده الاسلام جه بيعمل كده. لكن الانسان والبشريه واحنا وانا وكلنا معقدين، والحياه معقده جدا، فعشان كده لما تفك الغازها ده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. وده يمكن الحوار النهارده بعد ما وصلنا لمساله انه تو بي اونست، انك النقل عن الله ده محتاج امانه شديده. وبعدين في الحياه النقل عن الاطباء مثلا او ريفرنسز او غيره هو محتاج امانه شديده. لو انت مشيت بالشكل ده كتير من حياتك هتتصلح. طيب نرجع تاني للمينتننس، نرجع تاني للحياه العاديه، مش للحياه مش الاكيوت، مش لان احنا قلنا ان احنا حياتنا فيها طلع نازل، فيها دايما حاجات بتهز القلب كده وقضايا كبرى. لكن في الحياة العادية، القضايا الكبرى انك تكون صاحب رسالة وتكون عندك نشاط كده في الحياة، ويكون عندك ناقل للرسالة، سواء بتنقل طب، سواء بتنقل دين، سواء بتنقل لحد صنعة، دي قضية كبرى. الحياة العادية بقى ايه المطالب مني في اليوم العادي؟ وده سؤال مهم جدا وسؤال ذكي منه، وسؤال تاني هتيجي الايات تتكلم عنه. لما جينا قلنا ان رفع الجبل فوقهم كانه ظله، دي في ايه في سوره تانيه، لكن هنا ربنا اتكلم واذا اخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور. فسالني على ايه تفاصيل اللي موجوده، وقلنا ان في جزء كبير جدا ما كملش في الطريق ده. ودي فكرة الحياة عموما يا أولاد، انك بتلاقي ناس بتكمل في الطريق وبعدين تقع وبعدين تكمل في الطريق وين جاي ترجع تاني. فيعني رفقا بالقلوب، يعني ممكن كلنا نبقى في كده فترة وحشين، وفترة نبتدي نتعدل، وفترة الإيمان يزيد وينقص. المهم رجع القرآن يتكلم كأنه بيكلمك على حاجتين. الحاجة الأولانية خلاص سيبنا الأكيوت، قصة الواحد وحصل حادثة كده في حياتك، رجتك واحد اتقتل وأزمة اكسيدنت، واحنا فيه في كده في حياتنا، ربنا يكفينا شر الحوادث والحاجات الميجور دي، لكن بتحصل في حياتك وحياتك تقف وتتعطل، بيحكي لك بقى تعمل ايه. فقلنا خليك امين، يعني اسمع الكلام، حاجات كتيرة جدا جدا اتكلمناها في البقرة دي. اعتقد ان احنا يعني الاية دي اتكلمنا فيها كتير جدا، ثم قست قلوبكم وهكذا. وكأنها معلش برضو لفتة في قضية برضو البقرة وقضية الأزمات الشديدة، استفتي قلبك ولو أفتوك ولو أفتوك، يفضل قلبك
لو سليم، لو القلب السليم تنفع تستفتيه، تنفع تسأله. فدي مسألة مهمة جدا. القلب لو مش قاسي، لو مش مليان بكذب الدنيا، لو مش بيحور ويغير الكلام عشان ليشتري به ثمنا قليلا، ينفع تستفتيه. عشان ده سؤال مهم جدا، امتى ترجع لقلبك في الأكيوت انسلت، في المشاكل الكبيرة. لو هو بيعطي كالنهر، بيسجد، بينهمر، بيفضل يأثر فيك يأثر فيك، فتنهمر عينيك بالدموع وانت honest، ينفع تستفتي قلبك في الحالة دي. طيب انا بقى بتكلم على الحياة العادية، نعمل ايه في الحياة العادية في اليوم العادي، كأنه بيدينا وصفة لليوم العادي. فبيقول واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله. يبقى العبادة اليوم العادي محتاج عبادة. وانا الحقيقة وقفت وتعلمت والله من الكلام معاه انه ساعات احنا بنقصر في الصلاة، وانا يعني من الناس دي، فبمعنى انك تأخر شوية، تطول شوية، تبعد شوية، تروح تبقى متكاسل كده. فأثناء المناقشة وصلنا لحاجة لطيفة خلت الواحد يبقى محافظ شوية، انه الجسم ليه احتياجات. مش عارف بتتغدى، بتتعشى، بتفطر، بل بالعكس في حاجات دقيقة جدا في الخلية، في حاجة اسمها بيولوجيكال كلوك. فالروح ليها بيولوجيكال كلوك، يعني الروح ليها بيولوجيكال كلوك. تخيل عشان تحافظ بس على مقاد الصلاة وانا معاك، يعني تخيل انك لو صليت في وقت الظهر بالظبط، صلاة الظهر بالظبط، صلاة العصر بالظبط، صلاة المغرب بالظبط، نفس الوقت، تخيل روحك هترتاح. يعني انا مسيطر عليا آية، لانه كنت متوتر كده وفي حاجة شغلاني، فسمعت حلقة لأستاذي الدكتور عمرو خالد اسمه الله الهادي، فيهديهم ويصلح بالهم. عارف صلاح البال ده العالم كله بيدور على صلاح البال. فتخيل الروح ساعة 12 مثلا و20 دقيقة في مصر عايزة حاجة، عايزة تعمل كده وعايزة تعمل كده وعايزة تعمل كده وعايزة تقول، واللسان لما بيتحرك العدد الحركات ده بيبقى لسان اكثر راحة، ويمكن اقل مرضا، ويمكن لما المخ يسمع سبحان ربي العظيم يهدى، ويمكن لما تقرب من الارض الساعة 12 الطاقة الكتيرة الموتور يطفي، عمال يفكر في ده وده 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 وده. الاربع ركعات محتاجهم الساعة 12 واربعة محتاجهم الساعة 3:30 مثلا توقيت القاهرة مثلا، مش عارف بالظبط الساعة كام، والمغرب الساعة 7، 3 ركعات. فأنت يوميا تحتاج إلى ذلك، خلاف إنك يوميا عارف لما 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 تاخد الدواء 3 مرات، فأنت يوميا محتاج تقول استغفر الله العظيم 100 مرة، وطبعا ليها معاد، ومحتاج تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، روحك تحس إنك مش هيضرك حاجة، محتاج تقول حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت ربي. احنا بس لا تعبدنا الى الله دي ممكن فعلا من الصبح، لكن ده النشاط اليومي. زي ما بالظبط اتكلم على الاكل وسبق، وسبحان الله يعني سبق ان نتكلم على الاكل والشرب، لان ده طبيعي. يعني في حديث صحيح بيقول انه اذا حضرت العشاء فاخروا صلاة العشاء. العلماء بيتكلموا في كده، انه ده مش معناه كل ما تيجي تاكل تأخر صلاة، لان العشاء في حد ذاتها الاصل فيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التأخير. لكن لو انت بتاكل وبتشرب وداك بقليها وقثائها وفوميها وعدسيها وبصليها، وعايز تاكل يا سيدي من وسلوى، حسب بقى مستواك الاجتماعي وحسب الفلوس وحسب مش عارف ايه، وهنشرب، فاكرين الايات ورا بعض اهي. طب اليوم العادي اعمل ايه؟ اهو كده اليوم العادي كده محتاج انت، وعشان زي ما قلت لكم فكر فيها زي ما قلت لك كده، هتحب انك تصلي وتبقى عارف ان اليوم هيعدي بخير وسلام ومفيش مشاكل ومن غير حوادث ومن غير مشاكل يعني فكر فيها بالشكل ده. ولما تبقى مشكله تبقى عارف ان ده مش مشكله، دي اكيد نفع زي الخضر، افتكر كده على طول. طيب يبقى اذا لا تعبدون الا الله. ليه هو احنا بنعبد غير الله؟ احيانا، لان السؤال ده هو سألولي ده، هو ما بيعديش بصراحه. احيانا
بتحس ان رزقك عند حد، ان فلان ده هو الاصل، الفكره هو اللي هيساعد، من غيره ما تقدر. لا لا لا، دايما تبقى عارف وتروح وتتكلم بادب وانزلوا الناس منازلهم، وتبقى عارف ان بس هو سبب. من غير ما تقول دعاء الاستخاره، بنقول دعاء قضاء الحاجه، لا اله الا انت العظيم الحليم، لا اله الا انت رب العرش العظيم. شوف انت بتدخل ازاي قضاء الحاجه، وهتروح وتروح فلان وتساله وتعمل كل حاجه، وتروح له وتساله وكل حاجه، تطلب منه بادب وكل حاجه. لكن وانت بتقول لا، شوف لا، شوف بتقدم لا اله الا الله كم مره، لا تعبدون الا الله كانها لا اله الا الله، لا تعبدون الا الله كانها لا اله الا الله. لان العباده جايه من التسخير، جايه من سيرفنت. هو سالني عبد العزيز، معانا صديق اسمه عبد العزيز، فقال لي يعني سيرفنت وفي العزيز، قلت له اه بس يعني مش المعنى اللي بيقلل منه هو، ايوه خادم بالانجليزي ترجمه كده، لكن مش المعنى اللي يقلل منه انه خدم، لا، المعنى ان هو لا يسال الى الله، لا ده كله عزه. العبد هنا كله عزه، اكبر منزله وصل لها انسان هي منزله العبد، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلي بالكم من الحكايه دي، لا تعبدون الا الله ده اسم جديد خدته، يعني المنترس اداك اسم جديد هتاخده في حياتك، بقيت اسمك العبد لله، ما بتخدمش حد تاني مهما كانت منزلته، مهما كانت منزلته. ده مش معناه الاحترام، قلة الاحترام، لا، معناه قمة الاحترام، لأن هيجي بعد شوية يقول وقولوا للناس حسنى. يعني شوف شوف الجمال، لأحسن تفهم إن أنا بقول لك لا تعبدون إلا الله إنك تقل أدبك على الناس. لا لا لا، وقولوا للناس حسنى، للناس كلها حسنى، زي ما هو سألني قطع لقول للناس حسنى. شوفوا وقولوا للناس حسنى دي، ما قالش قولوا للمسلمين حسنى. لا 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 لا، انت زي ما بتحسن لوالديك هتحسن للناس. طيب ده العمل اليومي، لا تعبد، وكلام طويل طبعا، لا تعبد الله، دي تاخد لها يوم كلام، وبالوالدين احسانا. اليوم محتاج احسان الى الاب والام، وهنا بيعلمك انك عبد لله الا انك تحترم سبب الوجود المباشر. يعني الوالدين بالذات لي هم اللي بالبلدي كده جابوك، هم سبب وجودك المباشر، خلاص. يبقى لازم اليوم احسان، وبالوالدين احسان. واحسانه معناها ان غير مرتبط ب، لان التربيه الحديثه تقول لك اصل هو كان اب مش بار نعم في اب مش بار، لكن انت لازم تكون محسن، حتى يا اخي ولو بالدعاء، حتى يا اخي ولو بالاحترام. وبالوالدين احسانا، ده يعتبر عمل يومي، ده يعتبر ايه؟ عمل يومي. لا تعبدون الا الله، وبالوالدين احسانا، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، صح؟ وقولوا للناس حسنا، ونلاقي الناس بقى ايه؟ احسان برضه. اتكلم دايما بالطف الكلمات، باحسن الكلمات. يبقى الواجب اليومي اهو، وبعدين بيكلمك، يرجع تاني يكلمك على الصلاه. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، وقولوا للناس حسنا، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الزكاه الحقيقه مش عمل يومي، الا ان عمل مينتننس. ليه؟ الزكاه اصلها فيها كلام كتير جدا. الزكاه مش بس انك تزكي، اللي هي ال 2.5% في الفلوس، لا، ده حتى الصلاه فيها زكاه الوقت. الصلاه دي يا اولاد فيها زكاه الوقت، عشان كده الصلاه دي مهمه جدا. اقامه الصلاه، احنا اتكلمنا اقامه الصلاه في حياتك ومقيم، وانك بتعمل كانك، واتكلمنا عن فايده الصلاه في حاجات، كانك بتعمل كده وتستريح وهتقيم وبعدين تعبد وبعدين تقف، اتكلمنا في الحكايه دي. النهارده اتكلمنا عن قيمه الحفاظ على وقتها. لكن واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، الصلاه نفسها فيها زكاه. يبقى كانه ايه؟ كانه عايز يقول لك ان الزكاه دي موجوده في كل حاجه. زكاه علمك انك تشرح لحد، زكاه انك 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 يكون عندك حاجه تديها لحد، فاكهه ولا زي الجار كده، الاحسان للجار. زكاه زي ما قلنا، زكاه حبس الوقت، زكاه حاجات كتير جدا. زكاه انك عندك حاجات مش موجوده عند حد، ربنا ميزك واداك حاجه فانت بتطلع منها. تمام؟ يبقى ايه؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وبعدين قال لك خد بالك وبص للي حواليك ايه؟
ان مش كل الناس عندها المينتنس لايف دي. مش هو بيقول ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون؟ وان الاصل خلي بالك في اللي بيحافظ على المينتنس ده قليل، اللي بيحافظ على الهيلثي فود قليل، اللي بيحافظ على الجيم قليل، اللي بيحافظ. حس بالتميز، ما تبصلاش ان انا ليه ما بقى زي الناس. لا، ما هو زي الناس ده يعني ما هو ده اللي ما عندوش منهج. يبقى خلي بالكم في مساله ان ايه عادي وزي الناس، عايز يقول لك ايه، ما تتاثرش بالناس. صح تبقى في مجتمع كويس وكل حاجه، لكن ما تتاثرش بالناس. خليك مختلف، خليك مميز، ربنا خلقك عشان تبقى مميز. فمن هنا جت الفكره دي، فكره مهمه جدا جدا. دوري في الحياه اليوميه، تخيل كده، احسان الى الناس، زكاه ما عندي من خير، اقامه صلاه، الاحسان لابي وامي. اعملوا جدول مع بعض. بكره نكمل ان شاء الله.